السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي فيديو جديد غنحضر معكم صفوف أو السلوق المغربي بطريقتي، وكنتمنى إن شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم الطريقة ما تنساوش تخليوا لي لايك وديروا لي تفعيل الجرس وديروا اشتراك وخليوا لي تعليق، وشكرا لكم بزاف على المشاهده. ان شاء الله غادي ندوزوا المقادير او العناصر. بالنسبه اللي غادي نحتاج، انا غادي نحتاج 2 كيلو ديال الزنجلان مغسول ومنشف، يعني غسلته ونشرته في الشمس حتى نشف ونقيته وحمرته في الفران. تقدروا تحمروا في الفران او لا تحمروا غير فوق البوطة، يعني فوق المقلة، لكم الاختيار. اللوز كذلك حمرته في الفران بقشورو، غنحمرو بقشورو كيجي زوين بهذيك الطريقة، كنتمنى تجربوها. والكاوكاو حتى هو نفس الشيء، حتى هو حمرته في الفران وحيدت له القشور. اما بالنسبة للدقيق فعندي 1/2 كيلو ديال الدقيق ديال القمح ونص كيلو ديال دقيق الفرس او الدقيق الابيض، حتى هما حمرتهم نفس الشيء، حمرتهم في الفران. وعندي 1/2 كيلو ديال السكر كلاصي، انا هنا درت 1/2 كيلو كامل، ولكن جاتني البسيسة او السلو جاني شي شوية زيت في الحلاوة. نتوما نقصوا الحلاوة، ما ديروش نقصوا، عفوا نقصوا الكمية، فقط ديروا عيرة ربعة او 125 غرام. الا كنتو ديروا العسل ديروا 125 غرام ديال السكر، يعني ما ديروش الكميه اللي عطيتكم انا كامله، لانه كيجي شي شويه زيت في الحلاوه. وعندنا ربع صغيره ديال اللان، حتى هو منقي ومدير في الفران ومصهط في الفران شي شويه. وعندنا ربع ديال القرفه، ربع صغيره ديال القرفه. عندي 100 غرام ديال زريات الكتان، وعندي 100 غرام ديال النافع اولا اليانسون، وعندي 100 غرام ديال حبه الحلاوه. فقط غادي نحتاج منهم معلقه كبيره من كل حاجه، معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه الحلاوه. مهم هنايا ان شاء الله غادي ندوز نبدا بعد عندي الكوزه، عندي المسكه الحره. هنا المسكه الحره طحنتها مع شويه ديال السنيده، والكوزه غادي نحكها فاش نبغي فاش نوصلها. هنا دابا غادي نبدا باللوز، غادي نطحنو. نتوما الى حداكم اللي كيطحن الدقيق يعني الطاحونه، ديروا نقيو داك الشيء كامل وديروه في الفران وديروه في الساشيه وديوه لي غادي يطحنوا كامل. وبهذيك الطريقه تيكون زوين، لانهم كيطحنوهم 2 طحنات حتى كيطلقوا الزيت، يعني ما تحتاجيش انك الا ما بغيتيش ديري الزيت فنهائيا ما ديريش الزيت، يعني هكاك بوحدو كيجي مقاد من عندهم. انا هنايا طحنتهم معايا في الدار، ولهذا غادي ندير نصف لتر من زيت الزيتون فقط، نصف لتر، يعني غادي يخلط ليا هاد المكونات كامله. مهم كيف كتشوفوا دابا انا غادي نطحن اللوز، وغادي نطحن اللوز ونطحن الكاوكاو. اما بالنسبه للنافع وحبه الحلاوه ما كيتغسلوش، لانه الا تغسلو كتمشي ليهم الريحه، فقط كيتنقاو وكيتصهدوا اي واحد شي شويه يقيق في الفران. مثلا فاش يكون الفران سخون نكونو مطيبين الخبز، نديرو نحطوهم فقط عيسخنو صافي، عيتصهدو ما نشعلوش عليهم العافيه. وكذلك اللان وزريعة الكتان، يعني نفس الشيء، كنصهدوهم شي شويه صافي وكنحيدوهم. اما هنايا كيف كتشوفوا هو اللوز ديالي طحنتو، تقدروا تطحنوا نتوما مزيان، يعني طحنوا حتى يتعلق حتى يطلق الزيت. هو والكاوكاو يعني طحنوهم مزيان. انا هنايا كيف كتشوفوا طحنتو ولكن ناشف، يعني ما طلقش الزيت. مهم هو هذا. وغادي ندوز يعني نفس الطريقه غادي نديرها نفس الطريقه غادي نديرها ان شاء الله هذا الكاوكاو والزنجلان. المهم هو سميتو، ها هو اللوز دابا طحنتو. انا غادي نطحن كاوكاو وغادي ندوز
نطحن الزنجلان حتى هويا. الزنجلان ما غاديش نطحنه كامل، الزنجلان غادي نطحن فقط كيلو، وكيلو غادي نحطو يعني غنديرو صاين وسط هاد العناصر هادو اللي طحنت. يعني غادي كيلو غادي يبقى صاين، يعني نقسمو غادي ندير النص غادي نطحنو والنص غادي نحطو، يعني ما مطحونش نخليه كوك صاين. بالنسبه للكاوكاو كيف كتشوفوا هو طحنتو يعني بحالو بحال اللوز، فقط عي تنيلو صافي. وهنايا كيف ما قلت لكم غادي نطحن نص ديال الزنجلان، اما النص الاخر غادي نخليه صاين. غير هما في الطحين يعني من الاحسن كيف ما قلت سابقا، يعني الا لقيتو يعني طحنوهم على برا حسن وتهناو. هنايا شويه كياخذوا شويه ديال الوقت وشويه ديال سميتو كيشدوا اليد شويه، وحتى الطحانه يعني خاصهم شي طحانه اللي تطحنوا مزيان يعني حتى يتعلقوا حتى يطلقوا الزيت. انا بغيت نصور لكم الفيديو، هذاك الشيء علاش اضطريت انني نطحنهم في الدار باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير. المهم هنا دابا كيف تشوفوا انا قسمت الزنجلان حطيت النص ونص الاخر غادي نطحنو ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا بعد ما طحنت الزنجلان ضفت القرفة اللي هي رابعة، غادي نضيف السكر الثقيل وغادي نحاول نخلط العناصر مع بعضها، لانه السر يعني هو ان خص العناصر كاملة تجانس مع بعضيتها. وهنا طحنت النافع وحبة الحلاوة، فقط درت منهم معلقة كبيرة من كل حاجة، يعني معلقة كبيرة من النافع ومعلقة كبيرة من حبة الحلاوة. وهنا غنطحن سميتها زريعة الكتان، هي غادي نطحنها. بعد ما طحنت زريعة الكتان المهم سميتو صفيت النافع وصفيت حبة الحلاوة وطحنت إيلان حتى هو، وغادي نصفيه لأنه ما كطحنهمش مزيان، تيبقى واحد شوية ديال الحبيبات يعني ضروري، ومؤكد انهم خصهم يتصفاو ولا يتغربلو عفوا. هنا زريعه الكتان اصلا هي كتكون مزيته، ما كتحتاجش انها تغربل، هي كتكون مطحونه حيث هي رطبه مقارنه مع النافع وإيلان، تيكونوا شويه هما قاسحين. صافي هنايا غادي نحاول نخلط العناصر هادو، نخلطهم مزيان مع بعضهم مزيان حتى يتميلونجاو مزيان. عاد نضيف الدقيق. هنا في هذا الاناء عندي ولا في هذه الزلافه عندي صغيره، يعني غادي نضطر نجيب اناء كبير او لابانيو كبير هو اللي غادي نخلط فيه كل شيء. وبهذه الطريقه هذا غادي نتغلب عليها وغادي نحكمها مزيان باش نقدر نخدمها مزيان. وصافي كيف كتشوفوا غادي نخلطها القمصطه مره هنايا حتى كيبانوا لي العناصر مندمجه مع بعضها، وغادي نضيف نصف لتر ديال الزيت الزيتون، نصف لتر فقط يعني كافيه انها غادي تخلط لي هاد الخليط هذا كامل، لانه ما غاديش نديرها معلكه، ما غاديش نديرها جاريه، يعني فقط غير تبقى مشاده راسها وصافي. مهم هانتوما كتشوفوا دابا كيف ما قلت غادي نستمر في التخلاط حتى صافي، حتى تبان ليا البسيسه ديالتي مخلطه والعناصر كامل اللي داخلين مع بعضياتهم. فهذه هي الفتره المهمه فيها، يعني كتبغي الخدمه مزيان، يعني خص ضروري تخدم مزيان صافي وهي واجده. اما بالنسبه اللي بغى يسهل عليه الخدمه شي شويه فغيخلطها فقط في العجانه، يعني ديروها في العجانه الا كانت كثيره، تقسموها على تخلطوهم حتى تخلطوا العناصر وديروا الزيت، يعني حتى توصل هذه الفتره هذه، في هذه المرحله هذه صافي، وغديروها في العجانه
وتبقاو تخلطوا حتى حتى تبان لكم مخلطه. كنحسوا بها باللي راه صافي تخلطات وتجمعات مزيان، كنحسوا بها صافي كتجمع، يعني صافي كنعرفوا باللي هذاك هو القوام ديالها. بالنسبه اللي كيبغيها بحال هكا، يعني كتبغيوها شويه كثيره فيها الزيت كتردي فوق الزيت. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي او الزميطه ولا الصفوف كل واش شنو تيكون ليه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى يعجبكم الفيديو ويعجبكم حتى السلو الا جربتوه. ما تنساوش تخليو ليا تعليق، ديروا ليا ابوني وفعلوا ليا الجرس، وشكرا لكم على المشاهده. نتلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.